بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي يا سادي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسرح دولبي السينما الدولي بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بكم في حفل توزيع جوائز الأوسكار العالمي. النهاردة يوم تاريخي يا جماعة، تاريخ المصري، أول مرشح مصري للأوسكار. إني بالطبع أتمنى الفوز بالأوسكار، لكني أعرف أنه لا يوجد منافسة مع المصري أحمد أمين. حقا إنه حفل رائع، لكني أتمنى رؤية الفرعون المصري المضحك. لقد قبلني عمرو واكد من قبل، ولكني أتمنى أن يقبلني أحمد أمين أيضا. أعرف أن المصريين يقبلون جيدا جدا. يا نهار أبيض عليك يا أحمد يا أمين، وهو أهو وصل 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 الفرعون المصري كوميديان العالمي أحمد أمين. يا نهار أبيض عليك يا أحمد يا أمين، جاي مصري أصيل بتاكسي مصري قديم. إيه الشياكة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الطعامة دي؟ فنان يا ابني والله أحمد أمين يا جماعة، على السجادة الحمراء حمراء حمراء حمراء. بالتوفيق يا ابني، النهاردة هات لنا أوسكار المصريين، كل المصريين مستنيينك تجيب لهم الأوسكار النهاردة. الثواني بتعد، 90 مليون ايد مرفوعه لربنا، كله بيدعي ويقول يا رب. الوطن العربي كله بينتظرك يا الامين الاميني. هتعملها ولا ايه؟ هتفرحنا ولا ايه؟ كلنا مستنيين يا ابني والله، ربنا معاك، قادر يا كريم تجيبها، قادر تعملها. جائزه اوسكار افضل ممثل تذهب الى، اوه كم ارغب في العمل معه وتقبيله، انه الفرعون المضحك احمد امين من مصر. والله حقك يا الامين، والله فرحت قلوبنا يا فنان يا قدير. روعه روعه روعه، حلوه حلوه حلوه، ذهبيه خالصه اوسكار مصريه. جاوب عليا وقول لي واتس اباوت يور فيرست اوسكار يا استاذ احمد. مبروك لمصر والمصريين، جايزه اوسكار المصريين الفنان احمد امين. لا معلش، انا سرحت بس. هو ده وقت سرحان؟ احنا ما صدقنا ان احنا لقينا لك شغلانة. يلا، انا حاسس ان الشغلانة دي هتبقى فتحة خير عليا جامدة قوي. ايوه استاذ انا جاهز. بص يا احمد، المشهد اتغير بقى، فيه سفرة واكل وكده. لا 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 لا، اكل ايه؟ انت حضرتك نسيت؟ انا ممثل محترم، انا ماليش في ادوار الاغراء والكلام الفارغ ده. انا على فكره محافظ على نفسي، محافظ على الرجيم عشان الدور اللي حضرتك وعدتني بيه. انت طلبت مني اعمل رجيم وانا ابتديت الرجيم، خلاص. انت عايزني ابوظ الرجيم ولا ايه؟ لا تبوظ ايه، انا عامل حسابي يا احمد. انت المفروض طالع عريس جديد، مكسوف ياكل، حياه منعه كده يعني. يعني هلاعب بقي؟ هتلعب بقك فندم، انا ممثل محترف. قول لي هتلاعب بقك وانا لاعب بقي على طول، لان انا ماشي على الرجيم اراده حديد، اللي هو الكيميائي اللي حضرتك جبت لي الورقه بتاعته ده. الصبح ميه سخنه، والغدا والعشاء جزر جزر جزر، مفيش. الاغراءات كلها بتتعرض قدامي، مفيش اي حاجه وقفتني، مفيش حاجه دخلت بقي طول الفتره اللي فاتت الا الجزر. عايز اقول لحضرتك ان الفلفل الاخضر بقى من اعظم احلامي. انا بقيت بتحول لارنب بالتدريج، ساعات بقرقط ضوافري عشان اغير طعم الجزر من بقي، لكن مستحمل ومكمل يا فندم. لا وانا سمعت كمان ان انت ما شاء الله بقالك يوم ونص في الدايت. استاذ حمدي انت الظاهر ما تعرفنيش، انا لما بقرر اعمل حاجه بعملها. انا بدات رجيم، هكمل رجيم، وهخس وهجمبز وهعمل دور لاعب الجمباز. انا ما صدقت وصلت للشيب ده. حتى بص حضرتك، ايوه السناك بتاعي معايا اهو، خد قطمه لاعب بقي. ها يبقى تمام، نعمل بروفا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ازيك يا عم سعيد؟ يا منورنا والله. خليك. يلا يا ريس، يلا جاهزين اكشن. كل يا ابني مالك، انت مكسوف ولا ايه؟ متشكر يا عم، انا اصل اكلتي ضعيفه. طب وهو ده اكل؟ دي حاجه كده على مقاس. كات سايب. حلو ده، يلا صور ده. اكسسوار دخلوا الحاجه. اسرع شوي. اوكي كلاك. السفرة واحد اول مرة. اند اكشن. يا ابني كل، انت مكسوف ولا ايه؟ كل يا حبيبي،
انت مكسوف ولا ايه؟ كل. كات كات، انت بتهبب ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مش قلنا هنلعب بقنا يا احمد؟ يعني ايه نلعب بقنا؟ يعني يرضيك يا استاذ نلعب بقنا؟ يعني انا العب بقك وانت تلعب بقي ومعانا بنات هنا؟ طب الاستاذ نرمين دي مين يلعب بقها دلوقتي يا احمد؟ لاعب بقك على الفاضي ولا لاعب بقي على الفاضي ولا لاعبه على فلوس؟ الكلام ده ما ياكلش معايا. بقول لك ايه، انت لو ما اشتغلتش عدل وسبت الاكل والتزمت بالرجيم ولعبنا بقنا اقسم بالله العظيم. بقول لحضرتك انا ايه، انا لا عايز امثل ولا عايز الدور ولا عايز الشغلانه دي كلها. الموضوع اكبر من كده يا اخوانا. انت عايز ايه؟ انا عايز اكمل الفخده دي دلوقتي. طبعا الامهات انواع، ولو عايز فعلا تدرس انواع الامهات دراسه دقيقه في ثلاث طرق مش هتخرج عنهم. إما إنك تروح اجتماع أولياء الأمور في المدرسة، وده طبعاً لو قدرت تصحى بدري بيبقى وقت سخيف، أو إنك تشترك في جروب واتساب بتاع الأمهات اللي في المدرسة برضو. بس أنا الجروب ده ما انصحش بيه لأنه هيدمر لك حياتك الشخصية، هيدمر لك جهازك العصبي، وهيدمر لك جهازك الموبايل نفسه كله. أو إنك تروح مع ولادك التمرين في النادي، ولو تمرين السباحة بالتحديد يكون التصنيف أدق وأوضح. وإنت قاعد في تمرين السباحة كده بالعين المجردة هتلقط أول نوع من أنواع الأمهات، وهي الأم الأخطبوط. دي حاجة حلوة على فكرة، مش وحشة، الأخطبوط ظريف بالمناسبة. دي بقى الخبرة كلها، دي بتبقى أم بقالها فترة محترمة معاها تلات أطفال، وإنت طالع هرسة كل الحاجات في كل الأوقات، توافق عضلي عصبي مش طبيعي. تلاقيها بتقلع الولد التيشيرت بإيد، الشورت بالإيد التانية، الجزمة والشراب بالإيد التالتة في نفس اللحظة، تلبسه المايو والنضارة والبنية والزعانف في حركة واحدة. لا وإيه كل ده وهي بتحل واجب الحساب مع أخته، بتغير البامبرز للبيبي، بتشرب مانجا، وبتحاسب التاكسي. جبارة. في عندك بقى الأم المتكهرب، دي بقى أم مذعورة مرتفعة التوقعات، بتبقى مرعوبة إن ابنها ما يكونش في المستوى المطلوب بأي شكل، أو إنه يبقى متخلف عن أصحابه بأي نسبة، إن شاء الله 3 سنتي. عادي جدا إنك تسمعها بتحلف الكابتن إن غياب ابنها عن التمرين الأربع اللي فات مش هيأثر على إمكانية اشتراكه في سباق 100 متر فراشة في أولمبياد 2030، وتروح طبعا تقعد متوترة هي بتراقبه، تلاقيها بتتكلم في التليفون، هم الأولاد ما خدوش هوم ورك عربي؟ حضرتك هوم ورك؟ طب تحب أكلم المدرسة؟ طب أروح للإدارة؟ طب أصعد الموضوع للوزارة؟ طب تسألي بقى الله يخليك تردي عليا، انا مش عارف اعمل ايه، الهوم ورك العربي الولد بيضيع مني، الولد اساسا في تانيه حضانه وتقريبا بينزل يبل رجله في الميه، دي ما مش قصه، ده ليه الفولت العالي ده؟ طبعا دي يستحسن تقعد بعيد تالت رابع صف عشان الفولت العالي، الكهرباء مع البسين مش حلو للاطفال يعني. في بقى الام اللي هي الحاضر الغائب، اللي هي بتتكلم عن نفسها كانه حد تاني، دي بتبقى مش عارف هي رايحه ولا جايه، بتكلم الواد عن حد تاني غيرها على انه هو، يعني مثلا تقول لابنها ايه، يلا خلص اكلك، ولا عايز ماما تزعل منك، ماما مستنياك هنا لحد ما تخلص تمرينك، انزل من فوق الشجره يا حبيبي، ماما هتزعل قوي لو وقعت واتكسرت. انا في الاول كنت فاكرها خالته او خطفاه، بس لقيته بيكلمها من بعيد يا عيني وهي بترد تقول له ايه، ماما مش سامعاك، ماما سمع ماما، علي صوتك، تقول له ماما برضو. في لخبطه. وعندك طبعا كمان الام الفخفخينه، دي بقى ايه، تناقض غير طبيعي، عندها حالتين في نفس الوقت بيشتغلوا مع بعض، تلاقيها ماسكه ابنها سلخاز عيق وتهزيق، اللي هو يلا يا ولد البس بقى المايو، طلعت روحي قله الادب دي، مش قاعده انادي عليك من الصبح يا سفت، انت واد مقرف، مين حبيب قلب ماما؟ ها؟ انت بوسه بقى يا اختي، الله السكره دي، ده خرج لك عدل يا ولد، ما تخليش اضربك قدام الناس، اضربك على الرجل البقلوزه دي القمر دي يا ناس، والله يا حبيب مامي بموت فيه موت، حضن كبير بقى، حضن كبير لمامي يا زفت، اتعدل. يعني رايحه منها خالص يا عيني، هربانه منها. الولد بقى تلاقيه عامل تعبير واحد في الحالتين، في الشتيمه وفي البوس، تلاقيه عامل كده. قشش شوهته عاطفيا خالص يا حرام. وفي بقى طبعا الام الرايقه بقى، لا دي عسل بقى خالص، دي ضربه الدنيا طبنجه، ضربه شعرها طبنجه او اصفر يعني حاجه زي كده في نفس الوقت، تلاقيها قاعده مبتسمه تشاور لابنها باي باي كده كل ساعتين ونص او كل تمرين والتاني، عارف سبت واربع تطمن عليه، بترغي في التليفون، بتتشات، تسمع مزيكا، سمعت بينك، فاهم؟ مش جايبه معاها بقى ولا علب بلاستيك ولا هدوم ولا قماش ولا اي حاجه، معاها بتاع صغيره كده في ايديها حاطه فيها الموبايل
الموبايل وخلاص. لما ابنها يفرفر من الجوع خالص بتجيب له كيس جيلي كولا مثلا وتتلخبط في اسمه، يلا يا يوسف الجيلي كولا هيبرد، يقول لها حمزه يا ماما. هو ولد واحد اللي معاه مفيش، رايقه خالص يعني. موضوع الامومه ده مش كارها، مش شغلتها، فاهم؟ جايه هنا غلط، مش منطقتها خالص. في كمان طبعا وانت قاعد على حمام السباحه هتاخد بالك من ام ظريفه قوي اسمها ام الشهيد، انا بسميها كده ام الشهيد. دي الام اللي حاسه ان الخطر بيحوط ابنها من كل ناحيه، قاعده في الكرسي مبرقه عينيها متشنجه قرصة على ركبها بصوابعها العشره وبتصرخ بقى ابعد عن السور ابعد عن السور، ايه العصافير دي ايه العصافير دي كلها، اجري يا عمر انزل تحت الترابيزه استخبى ورا عمه، اعمل يا كابتن الولد بيغرق الولد بيغرق الحقوه. حضرتك ده في تمرين السباحه مش عجبها والحرب خلصت واحتمال يعيش، مش مستاهله. وفي طبعا بقى الام البيزنس، دي الام اللي بتستغل فرصه وجودها في اي تجمعات علشان تبدا تروج لبضاعتها باي شكل كان، يعني 12 حته وبتبيعهم ما بتكسبش اي حاجه غالبا، عندها احلام ثراء سريع وغالبا بتستخدم ابنها كمانيكان، يعني هو ملبسها كل منتجاتها معتمد عليه كشماعه الستاند المتحرك بتاعها. بصوا يا جماعه التيشيرت ده قرب كده حماده، ده قطن 100% في منه الموف والفستقي والبيبي بلو. بصوا الشورت ده معلش لف كده حماده حبيبي، في منه ولادي في منه بناتي سمول وميديوم ولارج. معلش حماده تقلب كده تشوف، بص حضرتك في الرجلين ده برضو شكل لطيف، ويعني ساعات يا حرام بتجرب عليه درجات الوان الميك اب لفه الطرح والاكستنشن وحماده شغال بزنس. بقى في بقى الام البومه دي اللي هي متشائمه بقى على اي حاجه، يعني يا دي النيله الواد ده شكله كده عمره ما هيتعلم السباحه ابدا، ما هو في ناس كده في ناس كده لا بتتعلم ولا بينفع معاها ولا بيبان عليها اي حاجه، يعني انا حظي كده انا حظي مايل يعني لا تمرين سباحه ولا مدرسه يا ربي، الواد شكله هيسقط السنه دي، بيقولوا الامتحانات جايه من بره المنهج والمدرسين هيستقصدوا الواد غالبا، يعني الواد هيسقط وهيغرق وانا هفشل. ايه ليه بومه؟ وفي ام دي ممكن نسميها ام المجاعه، كل الامهات بتستلقى اولادها بالفوط والبشاكير والبرانس، ودي تستلقاهم بعلبه التلاجة البلاستيك اللي هي مليانه ايه رز وخضار ولحمه مع بعض، او مكرونه وفراخ او محشي وكفته، ايه الجو ده يعني؟ كانها رايحه لهم زياره في حجز مش بقالهم ساعه في الميه، وبعدين قبل ما ينزلوا مباشره ضاربين سندوتشات بيض بالبسطرمه وحلاوه بالقشطه. طب ما انتم مروحين خلاص يعني نص ساعه وهتبقوا في البيت، ما تعلق لهم محاليل احسن وهم في البسين. انا بيتهيالي دي ما نسميهاش ام عاديه، دي الماسوره الام. وطبعا في الام الفرانكو اراو، دي اللي بتستعمل لغه هي خليط ما بين العربي واللي نقدر نقول انه انجليزي، يعني هو بس ركيك شويه كنوع من انواع الوجاهه الاجتماعيه، وعشان الاولاد برضو ايه ينشطوا الانجليش بتاعهم، يعني اللي هو يلا يا ادم البس الشوز، يلا حبيبي هنركب الكار نروح باي سي باي لاصحابك، يلا ادي كابتن كيس وهاج قول لهم سلام عليكم. عارف انت النوع ده من الامهات لطاف جدا. عزت انت فاهم قصدي؟ انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ لا ما فهمتش حاجه. عزت اللي انا اقصده ان بعد كده لما يجي لك دور اب ما تعملوش. يعني اعمل ايه؟ تعمل دور الام يا معلم. تجيبي طبق المحشي اللي في ايدك ده وليه؟ يا راجل اهدى على نفسك شويه، ده انت ما لحقتش تهدم لقمه الفطار. احنا يهمنا الكلام ده؟ هاتي هاتي. اتفضل. يا فندم انا وصلت الجهاز الهضمي فعلا اهو. اسمه الجهاز القومي لاداره وتنظيم الماكولات والمشروبات يا استاذ، طلباتك. انت دقيقه قوي بقى. انت الانسه امعاء الدقيقه. مدام معده موجوده وحضرتك تبقى مين بالظبط؟ النقيب ايمن. اللي هو ازاي يعني؟ مش هقدر اشرح اكتر من كده لاني شغال في جهاز حساس. الله يكسفك. لا انت مخك راح لبعيد ليه؟ انا شغال في الجهاز العصبي، ما هو حساس برضه. العصبي اسره مدام معده هناك في مكتبها، انت تاخد المستقيم ده طواري تفضل ماشي فيه لغايه ما تلاقي فتحه، اوعاك تدخل فيها الانتروك بره هتمشي. انا عارف طريقي، احنا لينا شرايين في كل حته. طيب عصبي قوي الواد ده. النقيب ايمن السنبساوي الجهاز العصبي. اهلا وسهلا يا فندم، شرفت الجهاز العصبي. طب مش حضرتك كنت تقول انك هتشرفنا النهارده؟ كنا فرشنا الارض فيتامين. مفيش داعي للتكاليف. اسمعي يا مدام معده، انا جاي لك في موضوع مهم جدا
مش عايزك ترتبكي ومش عايزك تتلبكي. خير يا سيادة النقيب، انت كده كركبتين. انت عارفة ان احنا لينا عيون، اللي هي فوق دي تحت الحواجب في الدماغ. ايوه طبعا. وجات لنا معلومات مؤكدة ان في كمية محشي مهولة دخلت الجسم دلوقتي وعن طريق الفم. مش ممكن، مش معقول. مش محشي عادي، ده محشي بلية يا مدام. يا نهار مش فايت، بلية حضرتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الراجل ده بيعمل فينا كده ليه؟ حضرتك احنا لسه مش عارفين نودي الكبده الاسكندراني والسجق بتوع الصبح فين. انا موزعه دهون على الكبد وعلى الكلى وفي كل حته، خلاص انا ما بقاش عندي مخازن. انا عارف ان الوضع بقى صعب، الجسم كله ما بقاش زي الاول. انا لسه جاي كان في شريان مسدود على الدائري وبيحاولوا يسلكوه. دي عيشه بقت تقرف. انا كنت قاعد مع اللسان من كام يوم بيقول لي ما فيش حاجه بقى ليها طعم. لا 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 لا، انا كده جبت اخري، انا لازم اسيب المكان ده وامشي، مش قادره استحمل اكتر من كده. اعملوا بقى اللي تعملوه، تقلوني أقدم استقالتي مش فارقة. أقول لحضرتك أنا هعمل ارتجاع. لا 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 لا، ارتجاع إيه يا مدام معدة؟ معلش إحنا في جسم واحد، ولو حصل تدخل جراحي هنتشرح كلنا، وإنت بالذات يا معدة ممكن تتدبسي، ولو حطولك بالونة معلش أنا آسف هتتنفخي، إنت مش ناقصة حموضة. وخلينا بقى صرحة، اللي على راسه قرحة يحسس عليها. وسيادتك عرفت منين ان انا مقروح؟ احنا لينا خلايا نايمة في كل حتة. انا بس حضرتك كنت بحاول اهضم الموقف. طبعا احنا لو كلمنا المخ دلوقتي هنلاقيه جرز ومحدش بيرد. اللي بياكل محشي بالليه دلوقتي اكيد مخه مش فيه. ايوه يا فندم. ايوه حضرتك. ايه؟ في ايه يا سيادة النقيب؟ المحشي عبر القناة الهضمية وممكن يوصل في اي لحظة. يا خبر، مش معقول مش معقول. انا اسف يا مدام معدة، انا مضطر اطبق القانون. هتعمل ايه سيادتك؟ احنا لينا امان عندكم، هو عصبي برضه. لا مش ممكن، الا السلطان قوله، من فضلك ابوس ايدك بلاش. انت عارفه يا مدام معده ان انا ما كنتش احب اعمل كده، لكن الجسم لازم يتالم عشان يبطل يعمل فينا الحركات دي. لا لا ارجوك بلاش، ارجوك عشان خاطري، عشان خاطري. شوكي. ايوه يا شوكي، معايا النخاع الشوكي. ادي تعليمات للجهاز العصبي كله ان احنا هنحرر السلطان قولون. أي لا يا أخي، ربنا ما يجيب أنتينال، إحنا هنشوف شغلنا، مش عايزين تدخل من برا. المحشي ده مش هتهضم النهاردة، على جثتي، قصدي على جثته. بطني مش قادر، الحقيني يا حاطي. في ايه؟ بطني بتتفرتك. انا قلت لك ما تاكلش كتير، عملت لي فيها السبع رجاله. يلا قوم خش الحمام. حمام ايه؟ اطلبي لي الاسعاف، انا بولد انا بولد والله. يا ولد انت فين؟ انا في الشغل يا نادية. راجع امتى؟ ليه يا ماما؟ خير خير، انت عارفه السؤال ده بيعصبني. يلا نتعصب. طب حاول ترجع بدري النهارده. مش معنى النهارده حبيبتي. اصل خلصت الغدا النهارده بدري والمسقعه تسقع. نادية انا لسه واصل عطارد، قدامي سنه ونص على الاقل لو الطريق ماشي كويس، وقلت لك 100 مره ما تتصليش بيا في الشغل الا لو في حاجه ضروريه. في حاجه ضروريه؟ هو انتوا بتشتغلوا اصلا؟ ده انتوا قاعدين في الفضاء، مفيش بعد كده. نادية انت لو سمحت احترمي شغلي، انا رائد فضاء. يعني رائد في الداخليه يا حسره؟ ده انت لو في الداخليه كان زمانك دلوقتي بقيت عقيد زي هشام ابن خالتي، ما هو من دوره. طب يا نادي، هشام ابن خالتك ده اعظم حاجه في الدنيا، ممكن تسيبيني للشغل السخيف بتاعي بقى؟ يلا يلا باي باي. ايه مالك بس؟ مفيش. لا يعني انت كده طبيعيه؟ ما اعرفش. ما عملتش حاجه كان المفروض اعملها؟ طب عملت حاجه ما كانش المفروض اعملها؟ لان انت بتحسي احيانا ان لما في حته انا كنت عملتها قبل كده وانت قلتي لي عليها وانا ما عرفتش مثلا. يمكن. ناديه في ايه يا حبيبتي؟ سلامتك. اسماعيل انا زهقت وتعبت. من ايه بس؟ انا ما بقتش قادره استحمل. سلامتك. يعني طب انا اعمل ايه؟ اتفضلي مالك. انا تعبت بجد من مذاكره للعيال. نعم. بنتك بقالي 3 ساعات بشرح لها في موقع مصر الجغرافي، مش عايزة تفهمه، خدته النهاردة في المدرسة برضو مفيش فايدة. انت متصلة بيا في الشغل علشان خاطر مذاكرة العيال. نادية لو
ناديه ممكن استاذنك ناجل النكد للميعاد بتاعنا اللي هو المعروف؟ اوكي. ايه رايك؟ لو هناجل ده مفيش مشكله. اوعدك وهيبقى اشيك كتير من دلوقتي في شويه لخبطه كده، بعدين يبقى منظم والنكد يعني هيعجبك. اوكي يلا باي باي. بقول لك ايه؟ اجيبها لك تكلمها شويه عن موقع مصر الجغرافي اللي انت شايفه من عندك. مش وقته يا ماما. اسمعني انت هتبصي بصه بصه واحده، انت مش عايز تتعب ابدا؟ يعني يا رب انا سبت الكوكب وطلعت لغايه هنا عشان ابص على الكواكب ولا النجوم ولا القمر، ابص على موقع مصر الجغرافي؟ مين القمر اللي بتبص عليها دي يا استاذ؟ لا 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 ناديه ناديه، القمر ده اللي هو الجسم المعتم ده. وكمان جسمها معتم؟ لا ناديه انت مش عارفه معتم يعني، معتم يعني مظلم يا ماما. ولما هي مظلمة أصلا بتبص عليها ليه؟ هي مين دي؟ القمر اللي عندك. نادية ارحميني بقى لو سمحتي. طب انت كده معطلاني. طب هي أحلى ولا رحاب بنت خالتك؟ مش أمك كانت بتقول على رحاب بنت خالتك إن هي قمر برضو؟ لا إله إلا الله، بحق ده الأدان يا رب، بحق ده الأدان، أنا فوضت أمري ليك. طيب انا كنت عارفه. طيب والله كنت عارفه. اقفلي دلوقتي علشان انا ورايا شغل حساس جدا، واخد بالك؟ واوعدك ان شاء الله انا هكلمك بعدين. يلا باي باي. طب خلي بالك من نفسك. طيب يا حبيبي يا سلام على الرقه، ما تنساش تجيب لنا معاك وانت جاي عيش من فين. الله على اللمسه. طيب اسماعيل ابقى تقل كويس عشان بيقولوا فيها عصبه شمسيه. يا حنيه. لا يا حاضر يا ماما، حاضر. يلا يلا اقفلي بقى، عطلتيني. ايوه ايوه خلاص لا مؤاخذه يا باشا، يلا تعال تعال كمان كمان. ايوه كمان فسوه، خش عليا خش خش بس بس بقى بطل. سيب لي بقى مفتاح المكوك علشان خاطر اتصرف. لا بقول لك ايه، انا مش هلمع كل مره ان هذه جت امبارح بهدلتها. ماشي اطوقها لك بالفوطه كده. يلا استفتحنا عسل استفتحنا عسل استفتحنا عسل. أنا شخصياً مش مؤمن بفكرة الموضة دي خالص، ولا عمري مشيت على الموضة، ده حتى بيسموها صيحة، همشي ورا صيحة؟ أي حد يصيح كده همشي أنا وراه؟ أنا بمشيش على الموضة والسبب بسيط جداً ومنطقي، إنها وحشة، الناس بس بتاخد شوية وقت لحد ما تكتشف إنها وحشة، أمال الموضة بتتغير ليه؟ لو حلوة كانت كملت، أظن في موضات كملت وهي مش مصدقة نفسها، في موضات غريبة جداً، ملهاش أي وظيفة على الإطلاق، مع ذلك شقت طريقها وكملت لغاية النهاردة، عندك مثلاً أول راجل وقف قدام المراية وقرر كراجل إنه يلبس فيونكة في رقبته. هل كان يتخيل ان الرجاله هتلبسها لحد النهارده ويسموها بابيون وكده وبفلوس كتير وبتاع؟ لا لا شك، هي نفسها مش مصدقه البابيون. او مثلا الاوبليتات، اول واحد قرر ينجد كتافه ويغير خلقه ربنا ويبطن تلابيسه لسبب ما هو بس اللي عارفه بينه وبين نفسه، هل ده كان متوقع ان كل الناس هتمشي على خطاه للنهايه؟ برضه انا ما اظنش. غير كده الموضه بتاخد وقتها وتتكل على الله. لا وبيجي عكسها كمان، عكسها بالظبط. يعني مثلا كان في ازمنه كانت الست المربربه المفتخره هي رمز الجمال والونسة. وكل ما ترمي كيلو جرامات معاكي كل ما تحلو ومهرها يغلى. يعني مثلا قال لك ايه، ما تبطل تمشي بحنيه لا يقوم زلزال. ده كده ماشيه بحنيه، ده غير لو مدت بقى. انا مش هتكلم عن الجري، قال ان في مرضى قلب واطفال سامعيننا وبتاع، لانها لو جريت هيبقى تسونامي بقى. ازمنه تانية قلبت العكس خالص، الست الهزيله ذات الهيكل العظمي البارز هي الشيء، تعودك مرسوم على السنجه. شفت الصغيره دي اللي هي الرفيعه دي، السنجه دي شوف السفيفه قد ايه. او مثلا في اغنيه يقولوا فيها كنت فين وانا فين جيت لي منين، ما شافهاش، جت وعدت من قدامه مشت ما شافهاش، رفيعه خالص يا عيني. لحد هنا الكلام ده يخش الدماغ، انما لما توصل ان لون البشره يبقى فيه مضاد، لا كده يبقى دخلنا في منطقه مش تمام. زمان كان بياض البشره مثلا شرط اساسي من شروط الجمال، قالوا زمان في الاغاني البت بيضه بيضه بيضه، البت بيضه وانا اعمل ايه؟ شوف الكلام، كلام كتير جدا تخرجش منه غير بمعلومه واحده، اللون مسيطر جدا بيضه وخلاص، ويا عيني من كتر ما هي بيضه ارتبك مش عارف يعمل ايه. مع بدايه تحرر المراه وخروجها للنور بدا السمار يظهر. عارفه طبعا ان النور بتاع الشمس مع البشره ممكن يعمل سمار خفيف وكده، السمار ابتدى يفرض نفسه على الساحه كلون ظريف عملي بيستحمل بيليق على كل حاجه. في الاول السمار دخل على استحياء كده، حتى الاغاني كانت تقول لك ايه، اسمر اسمر طيب ماله، بصي محرجين كده بيبرروا كده. وبقيه الاغنيه والله سماره ده سر جماله، بيحاول يقنعنا لسه ايه مكسوفين، البنت اصلها كانت بيضه بيضه وما كانش عارف يعمل ايه. شويه شويه بدات الكفه تتوزن، بدا السمار ياخد وضعه، ظهرت الاغاني اللي بتتساءل بقى، قالوا السمار احلى ولا البياض احلى؟ مرحله انتقاليه، رايحين من البياض كده رايحين على السمار في تدريج طالعين، ام لغايه ما وصلنا للافتراء بقى.
أسمر يا أسمراني، مين قساك عليا؟ الأسمر هو اللي راكب دلوقتي ومسيطر، شاف نفسه خلاص فجر بيقسى على الناس. فاكر لما كانت بيضة ونية ولذيذة؟ دلوقتي شفت نفسك؟ شوية شوية بدأ الموضوع يتطور، جالنا البرونزي كسر الدنيا، ده اللي هو بني ميتاليك كده. ومن هنا بقى دخلنا في جنون التان، تان طبيعي، تان صناعي، كريمات، مكياجات، الحكاية وسعت خالص. كل درجات اللون البرونزي من البيج الهادي مرورا بالفيران الفاتح للجراي الغامق، واللي نازل الشتا ده بالمناسبة لو تحب يعني تلحقي نفسك اللي هو الجريج، اللي هي الدرجة اللي ما بين البيج والجراي. جنان. الحواجب، حد في الدنيا يقول ان الحواجب بيتعمل فيها كده؟ الحواجب دي مش بتعتبر من ضمن ملامح الوش برضو؟ بعدين ما بنتشطرش على الرموش كده ليه؟ حد يقول لي، مش معقول خلاص ما بقاش عندنا شخصيه لدرجه ان شويه ناس يقرروا ان الموضه السنه دي هي الحواجب الدوجلاس اللي هو الخط الرفيع قوي ده، نقوم شايلين حواجبنا كلنا فورا ونسيب خط رفيع كده عديم المعنى خالص. السنه اللي بعديها يقرروا ان هم اتسرعوا وغلطوا ولازم يعوضوا الحواجب عن الاذى ده، فيعملوا ايه بقى؟ تطلع موضه ان هم يرسموا الحواجب التخينه قوي وتتحول كل الستات لمحمود مرسي في فيلم فجر الاسلام. السنه اللي بعديها الحواجب الطويله لحد الودن، اللي بعدها الحواجب النص القصير جدا ده، اللي بعدها بقى يطلع التاتو، تاتو الحواجب علشان يقفل على المنطقه دي خالص، لون مصمت لميع خالي من اي شعر. معقوله في كده؟ عمليات التجميل جننت الستات حضرتك، نفخ وشد وربط وشفط، كل ده ليه؟ عشان نحارب الطبيعه؟ طب وايه النتيجه؟ هتحارب الطبيعه والطبيعه هتقف ساكته؟ عندك 50 سنه وقررتي تتحدي الطبيعه وتتحولي ل 20، تمام، تعالى نشوف مع بعض النتيجه تبقى ايه؟ ايه الاحسن بالذمه؟ انك تبقي ست عندك 50 سنه وشكلك ست عندها 50 سنه؟ ولا انك تبقي ست عندك 50 سنه وشكلك سلحفة عندها 20 سنه؟ بالعقل كده غيرت سنك بس غيرت فصيلتك كمان، مفيش بني ادم شكله كده، محدش يتحدى الطبيعه يا اخوانا. والاكل، الاكل يا جماعه، الاكل الكائن اللطيف اللي بيفرحنا ده كمان في موضه، ده معروف ان الاكل التقليدي هو اللي بيميز الشعوب، نقوم نيجي نفتي بقى احنا كمان في الحته دي، ضاقت بينا خلاص. انا فاكر زمان لما سمعنا عن الكنافه بالكريمه الدنيا اتقلبت، كنافه بالكريمه معقوله؟ كنافة بالمكسرات معروفة، أنا فاكر بابا ساب البيت يوميها، إحنا هنكفر ولا إيه؟ اعتبرناه خروج سافر عن العادات والتقاليد، تجاوز وخنفسة وقلة أدب، مش دلوقتي بقى فيه كنافة بالمانجا، طلعت موضة وكسرت الدنيا، مفيش راجل قدر يفتح بقه ولا يقول كلمة، كتمنا كلنا في قلوبنا وسكتنا لحد ما وصلت الكنافة للجمبري، بقى فيه كنافة بالجمبري في بعض المطاعم، مش عارف، ويوم القيامة قرب ولا إيه؟ ولا الريد فيلفت. الريد فيلفت، ايه الريد فيلفت دي بقى؟ كيكه حمراء ملزقه وعيش السرايا يمسحها من على الارض. برضه سكتنا لحد ما لقينا كحك العيد. كحك العيد يا مؤمنين بالريد فيلفت؟ لا لا، لحد هنا ونقف، لا للعبث بتاريخنا، محدش يمس مقدساتنا، محدش يجتهد في الكحك، ارفع صاجك فوق، انت مصري. والهتافات موضه بالمناسبه. اهلا وسهلا بيك يا ست الكل في حلقه جديده من برنامج اكل ومرعى وسر الصنعه. احنا جايبين لكم طريقه جديده جدا في الطبيخ، هي طريقه الطبخ بالامثال الشعبيه. النهارده نتعلم مع بعض اكله جديده جدا، وهي خروف مشوي بالقرع العسلي. خروف مشوي بالقرع العسلي، ومش هكرر تاني. ها الاكله دي انا استخرجتها من قلب تراثها. نكتب المقادير مع بعض. ها هنجيب بصله طازه زي ما احنا شايفين كده اهو، ها دي. هجيب فول، معانا فول، وخدوا بالكم ان الفول دلوقتي في السوق بقى فيه فول مغشوش. نعمل ايه عشان نعرف ان الفوله مش مغشوشه؟ تديها لواحد ما تتبلش في بقه فوله. لو اتبلت في بقه فوله او لقيتيها فوله واتقسمت نصين بترجعيها للكيان، لان كل فوله وليها كيان، احنا عارفين ده طبعا. شوف الموضوع سهل خالص. هنجيب معانا ايه كمان؟ هنجيب فريك زي ما احنا شايفين كده بالكميه دي او اقل، ما بتفرقش قوي يعني، هو فريك في الاخر. وهنجيب دقيق وهنجيب زيت. طبعا مبدئيا بما اننا واقفين كده نحط زيتنا في دقيقنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، عشان يبقى زيتنا في دقيقنا من اولها كده على طول كده. ومعايا طبعا في المقادير كمان حاجه ظريفه جدا انتوا اللي هتعرفوها. اها معايا في المقادير ايه زي ما احنا شايفين ده؟ مش عارفينه اهو، ده عدس. ليه؟ لان اللي ما يعرفش يقول عدس. شوف سهله خالص يا جماعه، ده عدس فعلا، انا ما عرفتش وقلت عدس، طلع عدس في الاخر. وبالمناسبه يا جماعه بالنسبه للمقادير، انا حاولت اجيب ملوخيه مخرطه ما عرفتش، وبستغل البرنامج النهارده وبقولها على الهوا، مسيرك يا ملوخيه هتيجي تحت المخرطه. معنا القرعه طبعا، دي المكون الاساسي بتاعنا، دي العروسه بتاعتنا اهو زي ما احنا شايفين كده، القرعه متفرغه.
وعلى فكره يا جماعه انا عايز اعتذر لكم، انا كنت هجيب معايا اكتر من قرعه، لكن الحقيقه دي اللي لقيتها فاضيه، القرعتين التانيين كانوا مشغولين، في واحده كانت بتتباهى بشعر بنت اختها، وفي واحد كانت بتاخد اللي خدته من الشعور، ودخلت في قصص ملهاش اي معنى. يعني خلعت من الموضوع، جبت دي لطيفه جدا ما عندهاش اي مشاغل، ودي معانا النهارده. معلومه مهمه يا ست الكل لازم ناخد بالنا منها، ان لازم نجيب القرع منين؟ من بره، لان القرع بيمد لبره. هنأمن المخارج والمداخل، لان القرع بص هوب اها شوف بص لسه بنتكلم اهو بيمد لبره اهو، واحنا بنتكلم اهو مفهوم فظيع اهو الله اها شوف بص ازاي. طه هو ابن لذينه وحالته حساسه جدا وخاصه جدا، بس هو معانا النهارده في الحلقه فياخد معاملته وياخد واجبه ومفيش اي مشاكل خالص. هنجيب البصله وقبل ما نتكلم على البصله يا جماعه ست الكل، خدي بالك طريقه الطبخ بالامثال في حاجه مهمه جدا، البصله ما بتتقشرش. ليه؟ شوف الناس الكبار فاهميني، لان احنا ما بنخشش ما بين البصله وقشرتها خالص، بنحط البصله زي ما هي. ايوه دلوقتي بقى نقدر ايه بعد ما نحط بقيه المقادير بتاعتنا كلها جوه القرعه، هنقدر يا جماعه ان احنا ايه نقفل القرعه. وطبعا قفله القرعه دي شغلانه كبيره زي ما احنا عاملين كده. بسم الله يا جماعه. يا جماعه انتوا مش متخيلين الريحه عندي عامله ازاي، مش متخيلين الريحه عندي عامله ازاي حاجه يعني الله، عشان كده قفلت لان الريحه قلبت الدنيا. طيب احنا دلوقتي يا جماعه قفلنا على القرعه، وهنحط القرعه في الفرن على نار حاميه. لو الفرن عندك ناره هاديه ممكن نزود له شويه حلاوه. ليه؟ لان مفيش حلاوه من غير نار. تمام بنحاول نقول حلول من واقع راسنا الشعبي الجميل. يلا عقبال ما الاكل ما يستوي خش كده نجيب الايوه واحدة مع بعض كلنا. يا 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 معقولة؟ ايه الجمال ده؟ شكلها اصلا يا خبر ابيض يا خبر ابيض. عقبال ما الاكل يستوي يا جماعة ممكن نعمل شوية سلطة طحينة، او ممكن نشرب من البحر طبعا، بس يكون في حد في البيت بيعرف يعمل من البحر طحينة، حد كده يكون ايه حلنجي شوية. ناخد اتصال. مدام نسمة مساء الخير يا شيف. اتفضلي يا مدام. انا جوزي بس مشكلته انه ما بيحبش الزيت، عايز نطبخ بسمنه. ممكن تعمليها بسمنه يا فندم مفيش مشكله. طيب بالنسبه للسمنه يا مدام نسمه في حضرتك طريقه تانية، بس هتاخد وقت شويه. لو عندك نمل في البيت وده متوفر في كل البيوت المصريه طبعا مفيش اي مشاكل، بتجيبي نمله تقطعي وركها وتستني السمنه من ورك النمله، بس زي ما قلت لحضرتك دي بتاخد شويه وقت مفيش مشاكل. دلوقتي هنشوف مع بعض. اكيد الخروف بتاعنا استوى زي ما احنا. الله اكبر الله اكبر، طالع المنظر جميل. شوفوا يا جماعه الخروف طالع ازاي، هنشوف مع بعض كده. ثانيه واحده. يا سلام يا سلام يا زي ما احنا شايفين اهو خروف كامل بالقرع العسلي. انا طبعا كنت مستني حد يسالني امال فين الخروف في المقادير من الاول، عشان اقول له طبعا ده تراثنا الشعبي يا جماعه. البصله اللي احنا حطيناها دي يا جماعه ما كانتش بصله عاديه، دي كانت بصله محب. دي بصل، وطبعا بصله المحب غاليه جدا ومش سهل انك انت تلاقيها. بس ستات بيوت كتير قوي بتعرف تجيبها، وفي ناس بتجيبها تخزنها في البلكونه وتتباعها على العيد. المهم انها تبقى خروف يا جماعه. الله اكبر زي ما احنا شايفين كده اهو القرع اتفرتك اهو معايا الكاميرا كده زي ما احنا شايفين. لو فتحت الفرن ولقيت في قرع متفرتك وبصله، يعني ممكن ما تلاقيش الخروف ده وتلاقي المنظر ده كده اهو، يبقى اضحك عليك ودي مش بصله محب. ناخد بالنا من الحته ديت، ودي حصلت لواحد صاحبي قبل كده في رمضان، لان هو اضطر يعني يصوم وفي الاخر فتح اضطر يفطر على بصله. نحاول قدر الامكان نبعد سلطه الخيار اللي احنا عملناها عن القرع. ليه؟ لان القرع لما بيستوي بيقول الخيار يا لوبيا، ودي اتكررت كتير لا 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 خلاص خلاص لا 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 يا كنترول يا جماعه بيقول نفس الكلام بنفس القذاره تاني، مش معقول كده. دي يا جماعه اتكررت كتير، بيقول له يا لوبيا بيبقى في احراج وبنفس. طبعا بنضطر في الحاله دي نرمي الخيار انا اسف، او بنستنى لما يتقتم الخيار قتة يعني حسب الظروف ساعتها. ويلا بينا بقى ناخد اكلتنا الجميله دي نرش عليها شويه زبيب كده، وطبعا لو ما فيش زبيب ضرب الحبيب بيدي نفس النتيجه معانا بالشكل ده اهو. لو ما فيش الحاجات دي يا جماعه بناكلها بعيش، بتشوف اي جعان بيحلم بسوق العيش وبنجيب منه شويه. لو اكل العيش مر بندي العيش لخبازه وهو بيتصرف. في نهايه الحلقه ما تنسيش يا ست الكل، اقرب طريق لقلب جوزك معدته، واللي ياكل على درسه بينفع نفسه، بس ما يكونش بياكل لوحده لانه ممكن يزور، وطباخ السم بيدوقه، ويمكن عشان كده مصارين البطن بتتعارك. فمطرح ما يسري يمر يا ست الكل، وكل سنه وانتم طيبين. وما تقفلوش، خليكم معانا، هنرجع لكم تاني مع مدام ناديه دمور، مصممه الازياء العالميه اللي بتلبس البوسه تبقى عروسه، وبتغزل قماشها بنفسها برجل حمار لانها شاطره جدا. Mama
هي الدنيا سبعة أيام، فبلاش تفتي أو تستظرف ولا تتشعبط في الأوهام. يجي السبت وبعد الحد ولازم تصحى بدري، كاره نفسك كاره اسمك قم بكرامتك دغري، تاخد دش وتحلق دقنك وتدور عالمكوى، خد لابتوبك قبل موبايلك والبس واطلع اجري. يوم الحد ده يوم الجد والمدير متنرفز، لو قفشك هيطلع عينك ويرخم ويغلس. يجي الاتنين وده زحمة العيد حضرك فيك تتأخر، كل الناس في الميادين معجونة وبتفرفر، توصل شغلك بعد كتير متعصب متكتر. يوم الاتنين اصلا اسفين فعديه وكبر، يجي بعديه يوم ملبوس سموه التلام، كل حياتك فيه بتبوظ وتخش في مدام. يوم سقيم تقيل ورزين مليان اجتماعات، مش هتروح غير بالليل ولسه عليك ايميلات. يجي بعديه يوم الاربع فيها الحكس مالوش شخصية. طيب خش على الخميس. الخميس يوم التهييس لازم له تخطر، مملك ساعتين بعد الشغل لا تيجي على عيشة وتسطر، بكرة اجازة وبعده اجازة فرفش يلا وسطر. ده الخميس يوم التهييس كلم صاحبك صبر، تيجي الجمعة تسعى براحتك وتقول بقى هنريع، تلقى الاسرة لابسة وجاهزة ترجع مهبول قبل ما تقعد يضرب جرس الباب، تلقى زيارة ملهاش لازمة يا أهل يا أصحاب. يوم السبت تنام عالجلبة يفتكروا ده يوم راحة، ما فيهوش غير مشوار الدرس وتمرين السباحة، وكمان في مشوار صغير كلنا كده عارفينه، هتطلع عالسوبر ماركت وتعدي تجيب فينو، بس بسرعة بلاش تتأخر عالفيسبوك وتهري، بكرة الحد وخلي فاكر لازم تصحى بدري. أكل إيه اللي أتكلم عليه في قعدة ده؟ الأكل عندنا مش لعبة، الأكل وطرق الأكل وقعدات الأكل وطقوس الأكل وأسباب الأكل وتحديات الأكل وأنواع الأكل طبعاً. خدي بالك أنواع الأكل حاجة وأصناف الأكل حاجة تانية، أنا مش هتكلم بقى عن طعمه إيه وده نوعه إيه، لا لا لا، أنا هتكلم عن الأنواع اللي هو تخصص شامل بيندرج تحته تخصصات أدق منها الأصناف والكلام الفارغ ده. أفهمك مثلاً أنواع الأكل زي إيه؟ زي أكل ما قبل الجواز، فترة الخطوبة بقى، دي بقى مرحلة العزومات والدلع، ده نوع لوحده، تلاقي السفرة عليها ما لذ وطب من البروتينات والطواجن، المحاشي، المشاوي، المقالي. ليه؟ حرب نفسية، عشان يحطموا إرادتك، يغسلوا مخك، يجندوكي في العيلة عندهم بعد ما درسوا عنك كل حاجة، بتاكلي إيه، بتشمي إيه، بتروحي فين. والقاعدة في المرحلة دي بتقول لو ما قدرتيش تقاومي استمتعي. أنا شخصياً كنت سايب إيدي في المرحلة دي خالص. في بقى طبعاً أكل بعد الجواز، ده بقى نوع تاني، بقيت الراجل بتاعهم وبقينا في مركب واحدة وكسرين عيني خلاص، تلاقي الأكل بدأ يفقد عنصر الإبهار، نرجع تاني للفاصوليا الخضراء، فراخ المسلوقة، الرز اللي من غير شعرية، وإذا كان عاجبني خلاص بقيت كارت محروق. لو ما بتحبيش الفاصوليا خش اعملي لك أي سندوتش من التلاجة، بس أهم حاجة ما تمديش إيدك على الكاتشب ولا العيش السن بتاع طنط نادية. في نوع كمان مؤلم جدا اللي هو أكل المبتدئات، ده بيبقى أول لما البنت تتجوز بتبقى فرحانة طبعا بطقم الحلل التيفال وعايزة تستخدمها، وهي طبعا ملهاش في أي حاجة خالص، فتحاول تتذاكى بقى تعمل إيه؟ تبدأ تعمل الأكل معروف؟ لا، هتتفقس فتعمل اختراعات، قال يعني ده اكل جديد وانه عظيم واحنا اللي مش فاهمين حاجه. فتلاقي الغدا في المرحله دي بيكون عباره عن ايه؟ اقول لك المنيو بقى كده باختصار، مكرونه موف بالشعب المرجانيه وقطع الناجتس بمربى التوم مثلا، او بيكاتا كلب البحر اللي مع صوص الكراميل والرز الهندي المحروق. الجو ده قال يعني هي لما تعمل من الصين يبقى هي كده امان. لا يا حبيبتي، مش صيني ده، مش صيني. من انواع الاكل المشهور برده جدا اكل الافراح، ده نوع مميز. ليه؟ لانه بيدخل فيه كذا عنصر
مع بعض. اولا في الاكل نفسه وفي الصراع اللي حوالين الاكل. اكل الافراح بيتقسم لفريق عمل في مسلسل كده، طبعا البطل هو الخروف النجم بتاعنا، في طبعا دور تاني سنيد الديك الرومي وظهور خاص للكفته مع المحشي في الحلقه الثالثه، وطبعا في كومبارس ومجاميع اللي هم رز وبطاطس وحاجات زي كده. في الغالب الكلام ده كله بيبقى سائع قليل مش عظيم طعمه عادي، بس ندرته في وقت الفرح بتعمل حاله من الصراع، هو ده السسبنس. في كمان اكل المتخاصمين، خش البيت من نظره واحده بس على السفره اعرف البيت ده فيه مشاكل، لما الراجل ومراته بيتخانقوا تبدا الست تقرص عليه عن طريق سحب بعض المميزات اللي كانت بتديها له كوسيله ضغط، بس بتسحبها في الخباثه، مش تقطع عرقه وتسيح دمه تقول مفيش اكل، لا هي اصيع من كده. عايز اكل اهو، كوسه مسلوقه وعلبه تونه مع بعض، رز بايت وشوربه منزوعه الدسم، كل طبق ملوخيه وعيش ناشف، يعني قال يعني في اصناف تقعد تحط اطباق جنب بعض ومفيش حاجه، في ضغط نفسي عصام قتل ناعم كده. طبعا لا يمكن ننسى اكل اعياد الميلاد بقى، اللي هو طبق ورق كده مش ماسك بعضه محطوط فيه حته تورته بيتي عليها كريمه مسكره جدا وسايحه على سندوتش الكفته اللي لازق في الكريمه، وفي باتون سليق مبلول، وفي كوبايه بيبسي في كوبايه بلاستيك، الكوبايه فيها فتافيت من سندوتش الكفته، دي دوره حياه طبق عيد الميلاد معروف. في بقى اكل الرحلات، اكتر منيو عشوائي ممكن يحصل في العالم، سندوتش بانيه، واحده مولتو، صباعين محشي كوسه، وسندوتش حلاوه وكيس شيبسي وقرطاس لب سوري. خليك فريش انا في رحله. وفي بقى اكل تنظيف الثلاجه، يوم المراجعه اللي هو اليوم الحزين بتاع لما ماما تقرر تتخلص من بواقي الشهر اللي فات عشان اللجنه جايه تعمل جرد وعايزه تبدا من بكره على نظافه، فتلاقي الغداء عباره عن نص طبق كشك مسلم كده على مكرونه بشاميل اطرافها ناشفه، جنبهم طبق رز سني فيل كده، معلقتين باميه على كوسه مع بعض، ورك فرخه وريشه ونص كفتايه، حاجه صعبه جدا، ايه النشاز ده؟ وساعات ماما بقى تاكلنا بواقي عزومه من غير ما تكون عامله عزومه اصلا، ايه ده يا ماما دي بواقي العزومه؟ طب كانت فين العزومه؟ جباره. في حاجه بقى معلش هي مش اكل بس بتمسني شخصيا ليا معاها ذكريات احب اتكلم عنها، اللي هي المشروبات المجمده، دي بقى لما الستات يحبوا يجيبوا الفاكهه يعصروها ويخزنوها في الفريزر لسنين طويلة بدون اي سبب معلوم، تبقى عند خالتك مثلا تشرب يا حبيبي مانجا فريش، فريش واخد بالك عصرها بايديها ما بتكذبش الست، بتلاقيها رايحه للفريزر تصوير بطيء ماسكه باب الثلاجه بحرص، تفتح دخان ابيض يطلع، تمد ايديها في عمق الفريزر من جوه تلاقي فيه كيس مفعص كده لونه برتقاني تطلعه، ونبدا بقى في مرحله فك التلج، وفجاه تجيلك بكوبايه العصير طبعا فخفخينه عظيمه جدا، تشرب عصير في شويه ريحه ثوم على بصل على صلصه تركيبه من الفريزر، والله العظيم خالتي دي سكر. نيجي بقى لأحلى أنواع الأكل، منطقتي الحتة اللي أنا بستمتع بيها، أنا بسميه الأكل الخطير، ده اللي بيبقى فيه نسبة من المجازفة كده، في مغامرة، رحلة صيد الحمام وقتله وندف ريشه، حمامة السلام الرقيقة دي شوف الجمال، حاجة في منتهى السادية، وأخيرا نحشيه نلسعها كده لسعة خفيفة تاخد التان الجميل بتاعها اللي في الآخر ده. الممبار مثلا، فكرة إن الواحد يحصل على الأمعاء الدقيقة بتاعة الخروف دي في حد ذاتها محفوفة بالمخاطر، تخيل حيوان واقف لوحده في الغابة كده، أنا هروح هجيب أمعائه وهنضفها وهحشيها، احنا بنحب الحشو قوي مش فاهم ليه. عندك مثلا الشوي، حطب ونار وحرايق ولهب، المقليات زيت وطرطشه واصابات تتلسعي في الحته دي معروفه، ده اكل خطير يا جماعه. شوفي انواع الاكل كتير جدا لا يمكن نحصرهم ولا نلمهم في قعده واحده ابدا، بس كل ده كوم، واكل اعاده التدوير ده كوم تاني، ده الموضوع اللي انا عايزك فيه اصلا النهارده. السبانخ اللي بقالها 3 اسابيع في التلاجة دي قاعده في التلاجة عشان وحشه على فكره، مش لما تعمليها لي كور ولا تحشي بيها عجينه ولا تفركيها على وش الشوربه يبقى انا كده اشتريت. عايزه تعملي اعاده تدوير حضرتك ممكن تعمليها حاجه واحده بس، تعمليها سماد عضوي بس. تحب اعملها لك كوفيه او لكلوك عشان ترتاحي؟ اعاده تدوير بقى ده اكل يا اخوانا اكل.